حد بيخاف من كل شيء ويقلق من أي شخص ويتوتر من أي موقف بيقلق في العموم. لما يعيا يقلق إن يكون لما يجيله برد، يقلق إن يكون عنده كانسر، لما يعمل فحوصات يقلق إن يكون عنده كارثة كبيرة، يعني بيخاف دماغه بتروح للحاجة الوحشة. على طول على طول، لو سمع إن حد عربيته اتكسرت يقلق إن عربيته تتسرق، لو سمع عن حادثة حصلت في المنطقة اللي هو ساكن فيها يقلق إن شقته يحصل فيها كذا، بيقلق فوريفر. ده بيبقى عنده حاجة اسمها الجاد. الجاد اللي هو جنراليزد انكزايتي ديس اوردر، اللي هو اضطراب القلق العام. عام ليه؟ لأنه بيقلق من كل شيء وأي شيء وأي حاجة. وهنا بيبقى أصلا في الأول عمره ما كان بيخاف، يعني تقول لك أنا عمري ما كنت أقلق من حاجة، وطول عمري كنت ست جامدة وقوية واروح الملاهي واركب العاب قاسيه والعب وانزل البسين واتنطط حاجات كده. الشخص ده بيكون اتعرض لبعض المواقف وقرر ان هو يبقى ثابت فيها، متماسك صلب، فبيبقى اكثر عرضه للكسر فبيكسر. نقول تاني، وده موجود عند الستات اضعاف الرجال. هي طول عمرها حد كويس جدا، حد قوي جدا، حد هايل جدا. مثلا اتجوزت، لقت الزوج مش مسؤول، حد مش ريسبونسبل ومش واخد باله من الولاد، والولاد بقوا حمل تقيل، وهي اللي بقت بتدير البيت، وهو مع دماغه وعايش حياته. ابتدت هنا تكون صلبه، بعد ما قررت انها متماسكه، بعد ما قالت ان انا هفضل قويه. الصلابه عكس الفلكسبيليتي، مفيش مرونه، فمع أقل موقف بتكسر. فبعد ما كانت لا تخشى شيء بقت تخشى كل شيء. هو ده الجد.